الحملات الإعلامية للانتخابات الأمريكية. ينضم معنا في الاستوديو دكتور إبراهيم البعيز، أستاذ الإعلام بجامعة الإمام. يا صباح الخيرات. أولا بجامعة الملك سعود، حياكم الله. عذرا منك، بجامعة الملك سعود. دكتور، يعني الحملات الإعلامية دائما ما يصرف عليها الكثير، ودائما ما يكون هناك خطط مبتكرة في كل جولة. يعني كيف يتم التجهيز للحملات الإعلامية، وكيف يتم يعني اختيار الحملة الإعلامية؟ أولا، الحملات الانتخابية لا تقتصر فقط على حملات إعلامية، هي حملات اتصالية متكاملة. يعني يأتي فيها الإعلام جزء منها، لكن يأتي الاتصال يعني عنصر أساسي لا يمكن أن يستهان فيها. الاتصال سواء مثلا الاتصال الخطابي في التجمعات الانتخابية التي تحدث، فهذه دائما نجدها. الاتصال المؤسسي، بمعنى أنه في كثير من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات التي يحرص المرشح للرئاسة أن يصل إليهم ليحظى بدعمهم وأعضاء هذه المؤسسات المدنية. يضاف إلى ذلك أنه أيضا الاتصال الغير لفظي. الاتصال الغير لفظي بمعنى أنه نجد أن المرشحين في السابق، طبعا قبل أن تأتي هذه الجائحة، كانوا يدورون في كثير من المدن ذات التأثير والمصافحة باليد وحمل الأطفال ومرافقة لزوجته وأبنائه لكي يظهر وكأنه هو الرجل القريب إلى الإنسان والمواطن العادي. فكل هذه الحملات أيضا يأتي من ضمنها تأتي قضية الحملات الإعلامية. الحملات الإعلامية في السابق كانت يعني مقتصرة على الإذاعة والتلفزيون والصحافة والإعلانات في الشوارع وما إلى ذلك، لكن السنوات الأخيرة شهدت تغير كبير جدا في المشهد الإعلامي. وهذا التغير بدأ يعني أكثر استثمار خاصة مع السوشيال ميديا، بدأ مع الرئيس باراك أوباما، هو الذي استخدمه بشكل كبير جدا. والثاني أيضا أنه الآن دونالد ترامب. طبعا مع الاثنين، ولاحظوا ترى في قواسم مشتركة بين باراك أوباما ودونالد ترامب. باراك أوباما أول رئيس من أصول أفريقية يصل إلى البيت الأبيض، ودونالد ترامب أول رئيس من خارج الدائرة السياسية يصل إلى البيت الأبيض. وكلاهما أيضا ساعدته منصات التواصل الاجتماعي لتجاوز النفق الإعلامي، نفق وسائل الإعلام التي كانت إلى حد كبير هي المهيمنة والمسيطرة على مجريات الانتخابات. فمثلا ترامب الآن يعتقد أنه ليس بحاجة للإعلام، لأنه باستطاعته أن يصل إلى رجل الشارع من خلال تغريداته. وأيضا باراك أوباما استطاع أن يستثمر هذه الوسيلة، كانت في 2018. طيب، من يصمم هذه يعني الحملات الاتصالية دكتور، وهل هو سيناريو مكتوب وأيضا مرصود ووفق قياسات لما يمكن الوصول حول الأهداف؟ بالضبط. يعني الشخص عندما يرشح لنفسه أكيد أنه يضع له إدارة لإدارة الانتخاب. وأحد العناصر الأساسية في إدارة هذا الانتخاب اللي هي القضية الإعلامية والاتصالية، لأنه في المجتمع الأمريكي يعني يختلف بشكل كبير جدا عن كثير من المجتمعات الأخرى، وبالتالي انعكس ذلك على الاهتمام ليس على المستوى المحلي وإنما أيضا على المستوى العالمي في قضية الانتخابات. المجتمع الأمريكي يعني عندما نتحدث عنه كدولة، نحن لا نتحدث عن الإدارة أو شخص معين، ولكن كدولة تجد أنه كبير. فبالتالي كل من يريد أن يرشح نفسه لقيادة هذه الدولة يدرك تماما بأنه الإعلام عنصر أساسي من مكونات الدولة في الولايات المتحدة. يعني الإعلام والاقتصاد والسياسة هم الثلاثي الذي يحدد صناعة القرار في المجتمع الأمريكي على كافة المستويات، سواء الاقتصادية والسياسية أو أيضا الاجتماعية. فبالتالي نعم، هناك يعني مخططون يعملون للتخطيط لهذه الحملات. نعم، يعني استوقفني أثناء التحضير استطلاع الرأي، يعني 2016 استطلاع الرأي يعني أثبت عدم جدارته ويعني فوز ترامب على نظيرته هيلاري كلينتون، يعني غير كل الأرقام اللي طلعت في استطلاع الرأي. على الرغم من ذلك إلا أنه في هذه المرة أيضا يتجه بعض الحملات الإعلامية إلى استطلاع الرأي، وأنه يعني ترامب من الممكن أن يخسر هذه الانتخابات. لماذا الاستمرار في عملية استطلاع الرأي رغم أنها لم تنجح سابقا؟ أولا، استطلاعات الرأي لها هدفين. الهدف الأول
أنه لقياس أنه أين التوجه في المجتمع. وأيضا يستفاد منها في قضية أنه لتحفيز المجتمع على أساس عملية المشاركة، ويستثمرها من أظهرت الإحصاءات بأنه هو المتقدم، فهو يستثمرها بشكل كبير جدا. لكن الاستطلاعات الرأي هذه عنصر أساسي في الحياة السياسية في المجتمع الأمريكي، في معظم المجتمعات الديمقراطية، في قضية لأن الرأي العام له أهمية وله دوره. فبالتالي لا يمكن أن نأتي في يوم من الأيام ونقول أنه بما أنها لم تصدق في ذلك العام خلاص نتوقف عنها. قد تصدق أحيانا وقد لا تصدق، وفيها يعني هامش كبير من الخطأ دائما يسموه. دائما في كل استطلاعات الرأي دائما يأتي ويشار إلى رقم الهامش الخطأ بلس أور ماينس، زائد أو ناقص 5%. هذا يعني أنه في احتمالية الخطأ أمر وارد، يعني حتى القائمين على الاستطلاعات يدركون أنها احتمالية الخطأ فيها أمر وارد. جيد، عودة للحملات، أين تتواجد، أين تكثف؟ يعني دكتور، نعرف أنه بعض الولايات يكون متوقع دعمها للجمهوريين وفق طبعا لتوجهات وقياسات وأيضا مشاركات سابقة، وعلى النقيض أيضا للديمقراطيين. بالنسبة للمرشح أيا كان حزبه، كيف يركز حملته الانتخابية؟ أين تكون بالنسبة لمن يدعمه، أو تكون بالعكس للطرف الآخر؟ في الولايات المتحدة يعني على خلاف كثير من الدول أن الانتخابات لا تأتي بالأصوات الشعبية، أنه هو يصوتون يأخذونها، وإنما في المجمع الانتخابي. والمجمع الانتخابي هذا تختلف كل الولايات بحجم بقيمة هذا الحجم الانتخابي. فنجد مثلا ولاية تكساس وولاية كاليفورنيا، هذه ولايات يعني تعتبر من المؤثرة، وفلوريدا أيضا من الولايات المؤثرة، وفي ولايات أخرى صغيرة هامشية لا تقدر. فالمرشح الانتخابي ومستشاريه يركزون دائما على الولايات ذات الثقل التي ستحسم الأمر، وخاصة يذهبون أكثر شيء إلى الولايات اللي يسمونها سويندل، التي لم تقرر بعد، فهم يريدون أن يكثفون فيها تلك الحملات من أجل أن يحصلون على الأصوات التي تساعدهم فيها. يعني كيف يتم التأثير على الولايات المتأرجحة كما ذكرت من خلال الحملات الإعلامية المتعارف عليه؟ مثلا يعني خلينا نتكلم في فلوريدا. فلوريدا تاريخيا الذي يستحوذ على معظم الأصوات في فلوريدا يستحوذ على نتيجة الانتخابات، هذه المرة في تقارب، كيف ممكن الحملة الإعلامية تغير من هذه النتائج؟ طبعا هي احتمال أنها تغير من عدة نواحي. الناحية الأولى وهي الأهم، أنه القائمون على هذه الحملات الانتخابية يدركون أهمية والدور المؤثر لمن يسمون بقادة الرأي، فهم في الغالب يهتمون بقادة الرأي، لأنه الاتصال الشخصي خاصة في القضايا السياسية والقضايا الحساسة أقوى تأثيرا من الإعلام. يعني تجد أن الشخص يتأثر بمحيطه الاجتماعي ومن يثق فيهم في اختيار المرشح أكثر مما يثق في ما يحصل في وسائل الإعلام، فبالتالي هم يعني هذه هي التي تؤثر بشكل أكبر. إلى الإنفاق يعني هذه الحملات، واليوم لما نتحدث عن مرشحين كترامب أيضا بايدن، نتحدث عن من يمتلكون أيضا قدرة مالية عالية، إضافة إلى من سيكون أيضا داعما لهذه الحملات. هنا السؤال، من سيكون داعما لهذه الحملات دكتور؟ طبعا لداعم لهذه الحملات كل أصحاب المصالح، أصحاب المصالح. وطبعا في النظام الأمريكي السياسي أساسا معلن بأنه بإمكان أصحاب المصالح بأن يدفعون بمرشح معين بأن يتبرعون، ولكن هناك هيئات فيدرالية تراقب هذه التبرعات وتراقب من أين تأتي. طبعا الإشكالية دائما عندما يأتي، وهذا اللي حصل أيضا يعني في السنوات الأخيرة مع السوشيال ميديا، اللي هو التدخلات الخارجية، التدخلات الخارجية التي ممكن أن تؤثر في نتائجها. لكن قضية أنه التبرعات هذه معلناه، وأصحاب المصالح والنقابات ورجال الأعمال الكبار يدعمون، يعني من حقهم أن يتبرع لذا. والجانب الآخر أنه معظم هذه التبرعات يعني لها مردودها حتى أيضا على الضرائب، لأنها تحسب من ضمن الضرائب التي يدفعونها. يعني الشخص اللي حيتبرع أو حيصرف على هذه الحملات الإعلامية لن يخسر مبالغ مالية، ففي الأخير حتحسب. هذا جانب، حتى لو لم تحسب في ذلك هو يتوقع بأنه يعني في مصالح له معينة، لأنه فيه اتجاهات معينة، أنا من صالحي أنه الحزب الجمهوري أو الرئيس المرشح فلان هو اللي يأخذها، هذا جانب. والجانب الآخر، ترى الأموال التي نسمع عنها وتنفق على الحملات الإعلامية
هذه ليست قصرا فقط على الانتخابات الرئاسية، لأنه عندك الآن في انتخابات الرئاسية، انتخابات مجلس الشيوخ، انتخابات مجلس النواب، انتخابات حكام الولايات، فكلها تأتي في هذا اليوم. لكن اهتمامنا دائما في من سيصل إلى البيت الأبيض، لكن الإنفاق هذا على كل الانتخابات التي تحدث. دكتور، أنت تكلمت على السوشيال ميديا وتأثير تويتر وكيف ترامب قدر يوصل لأعلى شعبية عن طريق تغريداته من قبل أوباما. الحملة الإعلامية هذه السنة هل استخدمت السوشيال ميديا في الوصول إلى تعزيز المرشح الذي تنتمي له؟ طبعا في قبل 4 سنوات حصل فيهم إشكالية في الانتخابات الأمريكية، طبعا طلعت فضيحة على شركة بريطانية التي استطاعت أنها تتدخل وتقوم بتضليل إعلامي، نعم، اتهامات لها، وأنها يقال أنها هي التي ساعدت دونالد ترامب بأن يصل إلى سدة الحكم وأن يفوز على هيلاري كلينتون. هذه التجربة بالتأكيد سيبقى لها أثرها على المواطن الأمريكي ومدى مصداقية منصات التواصل الاجتماعي في دورها في العمل الانتخابي وفي لكن المسألة ليست هي فقط أنه رئيس يغرد، هي مسألة يعني جاية ضمن حملة إعلامية ممنهجة مدروسة ومخطط لها، فبالتالي كل المتغيرات يجب أن تأخذ بالاعتبار. شكرا جزيلا لحضورك، أيضا لحديثك حول كيف تكون الحملات طبعا الدعائية والاتصالية بالنسبة للانتخابات الأمريكية. الدكتور إبراهيم البعيز، وأنت أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود. يعطيك العافية دكتور. العفو، حياكم الله، شكرا جزيلا.